إعلان صلى على نبيه للنقران وبعد فالرحلة قلت سفلتاس قمت بها يتدتيني ملاس ذهبت يوما سيحا في أدرار بعد فقائي سكنوا في إقرار قيل لنا كانت هناك سلوكتي عند ابن شيخ رجل سنختي قلت لهم ارجعوا إلى غدني تنفنيتي اجتمعوا طرا لذبح بمحمدي قلت لهم نحن طلبان سيدي سعيد إن عندكم شيء لهم تاوي مزيد قال المقدم لهم أوياتي كبشان تصدقوا به غصادي قال جماعته مور الله فتطلبون سدتي أرنا لا بتنا جميعا كلنا أرنشي وبعضنا يخاف من فريق شيء وبس كلنا بدون أخنيف وفي الصباح ما أتوا بأشكي وقت الغداء وصلوا نرجوشكي ولم يكن من يرتشي أدياشكي خرجنا من ذا الحي نافيد كلوز في خارج قلت له هو تنسوس ذهبنا به لمشيدين قربي فلم نجد هناك وان الطيب فقلت للإمام صاحبك أخدي خبزا مع الأبصر سيره ويأخدي فاحمل لنطبخ به والطاجين وكل ما يخصنا في المواعين لمشيدين فجعنا الطلبي يحمل في يمنه قلبي قال لنا بعد السلام أشكت لنقرأ الحجب معا وقربت وفي العشاء صلى بنا في تمسكيد قال فأعطوا الضرائب جير سنتيد لما دخلنا جاء للباب قنتيد وقام مصرع لك أمشيني غيتيد قال لنا أهلا بكم أطلبا فرحنا بقدومكم ومرحبا فحسبوا ورشيزوا تعمر متاي من لم يريد ما قلته الشكوراي أول ما جنى به كرا لمريس تغلقه في بركه كأوكريس أتبعه بقوة نسرستيد إلى المقدم وقال فيتيد قال وقد جدد قول مرحبا لتبدأه يا سادتي المربى قلنا له افتح انت يا سيدريس ففتح الذكر بلعن ابليس وامتلا الدار بصوت تغري ولم نزل في بتياس الصندري حماره في قربنا كرفتي وكلبه نقد فوق الخنشتي اما ملأنا عنده الحفابضة بدلنا في بيته هي نغرطا خمله في القيشي يوتي بحشر في راسه اسرستي وجعل الفل القتيل يومش فجره في ذيله سيان وحشوش بدأت ببسم الله والجدين هنا على بعض ما رأيت خصمنا اللانجيسي وتم على الهدي الكريم تحيتي وعليه والاصحاب الخشاش للوصي وبعد فعصم الظن بالله وشفون وبالحق مشرك النغنت بنعم تنسي فيستهزئون به ويقولون له اذا قال قال نشوف غيان دغنا الوسي ومهما اتاك سائل يا اخي فجود بما هو موجودني كاتت نغيدروسي ففي محكم التنزيلنا الى هنا ففي الضحى نص جد فوق تغز وسي وانك ايضا من حديث نبينا لا ترد سائلا مقرتين فايسي وهذا زمن قسوه القلب من راى اخاه غيك واسف وقضي له احتسي مجالسهم خلت عن الدين والذكر والاخرى بل النغم مكان ردرا فرنسيسي يودون صحبه الكفار وقربهم وخدمتهم لاجل كثرة الفلوسي يناعلون صفة ويلبسون كفة ويحلقون لحية افلنيت الشير بنسي فهذا زمان السوء والمكر والغشي فلا شك ان كل ماهر سلمون قسي وهكذا وتنتهي هذا الحفل الذي اقيم من طرف سادتنا الطلبة حيث